يحكى أن ثعلبا كان يمشي في أحد الوديان فسقط حجر كبير على ذيله. حاول الثعلب أن يخلص نفسه وتحرك يمينا ويسارا ولكن دون جدوى. ومضى اليوم الأول والثاني والثعلب عالق في مكانه لا حيلة له. وعندما أنهكه العطش وخشي على نفسه من الهلاك، أدرك أن الحل الوحيد لنجاته يكون في قطع ذيله. فرآه ثعلب آخر وسأله: لم قطعت ذيلك؟ أجابه الثعلب: الآن أشعر وكأني طائر أحلق في السماء، لا أدري كيف كنت أحتمل هذا الذيل المزعج الذي يرافقني أينما ذهبت. واستمر الثعلب في إقناع صاحبه ليقطع ذيله إلى أن نجح في ذلك. فتألم صاحبه أشد الألم وسأله: أين المتعة التي حدثتني عنها؟ هل كنت تكذب علي؟ فرد عليه: إياك أن تخبر باقي الثعالب بألمك، فإن لم يقطعوا ذيولهم كما فعلنا سيسخرون منا وسنحيا بينهم كالغرباء. والآن تعال معي لنقنع باقي الثعالب. وأخذ كل منهما بإخبار كل من يصادفونه بمتعتهم الكاذبة، وصاروا يقطعون ذيول أصحابهم إلى أن انتشرت هذه العادة في مجتمع الثعالب، بل وأسست مراكز خاصة لمثل هذه العمليات. والثعلب العاقل الذي لا يقطع ذيله يسخرون منه ويعيرونه بذيله. عندما قرأت هذه القصة تذكرت العديد من العادات المنافية للفطرة والتي انتشرت بيننا تحت مسمى موضة. فمثلا موضة تمزيق البنطال، نحن نعلم أن الفطرة السليمة تكون في إصلاح البنطال في حال تمزقه وليس العكس. فمن هذا الثعلب الذي مزق بنطاله وأقنع العالم بذلك حتى صارت أغلب بناطيل الأسواق ممزقة، والذي لديه بنطال سليم يعلمونه طريقة لتمزيقه؟ بل وصنعت آلات خاصة ليس لنسج البناطيل وإنما لتمزيقها. وإذا قابلت أحد المتموضين وسألته لماذا مزقت بنطالك، فلن يكون لديه جواب إلا أن يقول: هكذا الموضة. هكذا الموضة عبارة حاولت تبرير العديد من العادات السيئة التي وصلت إلينا عن طريق ثعالب الغرب. نترك تفصيلها لفيديوهات قادمة، وقدموا هذا الفيديو لأطفالكم وحذروهم من هذه العادات. أجارنا الله وإياكم من كيد المضلين ومكرهم.